البنات، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ معكم ام امين للخياطه والابداع. اليوم الدرس اليوم غنكون على توب ديال جوهره مفصل مسدود. هاو عندنا كناخدو القياس ديال الكتف، كنقسمو على زوج، كنحصلو على 20، كنزيدو سنتيم ونص ديال الخياطه كتبقى 21 ونص. كنديرو من هنا لهنا 8، كنهبطو بزوج. جلابة بثلاثة، القميص كنهبطو غير بزوج. من هنا ثلاثة، اعتذر على الإزعاج. كناخدو الصدر، دائرة الصدر كنقسمو على 4، كنزيدو سنتيم ونص ديال الخياطة، كنحصلو على 30، كنحصلو على 31 ونص. عندنا 30 في التركيز، كنحسبو 30 فين جات. جاتنا في هذه النقطة، كنديرو تراسي التركيز، كنزلو 41، هيا كنزيدو سنتيم ونص على ديال الحزام. مثلا عندنا 30، كنقصو واحد كتبقى 29، كنزيدو سنتيم ونص ديال الخياطة كتبقى 31 ونص. هاهي كنطلعو الخط هنا، نزلو في 18 باش كنلقاو الحوض. عندنا 32 في الحوض، سنتيم ونص ديال الخياطة هي 33 ونص. هاهي كنمشيو بالخط، قطعة التوب بعد ما حددنا الطول. هو غير ملي كنحدو دائرة الحوض كنزلو نديرو نحدو بطباشير الطول اللي بغينا، نزيدو عليه 8 سنتيم، ونعبرو لي فازي اللي بغينا 44 45، او صافي يكون طراسي الطباشير وكنقطعو كيف كنوريكم دابا. غنسالي التقطاع نتلاقاو باش نوريكم لكم. دوبون ملي كنعزلو الظهر على الامام، كنزلو 9 سنتيم او 8 على حسب كل وحده واش نبغات تقويره. وكي قلت لكم دائما نتبقى 8 او 9 على حسب كل وحده قلت لكم التقويره اللي بغات هي. دائما كندخلو من هنا بواحد باش ما تجيناش هذيك تكماش في الصدر. ها هو نقوم دابا انا دخلنا هنايا في الصدر، غنوريكم الطريقه ديال فاش غناخد لكم. ولا ما كانش فيه العرض ضروري، هي غالبا كتجي في جوهره، كتجي في هذيك
تجي فيها هذيك القطعه، لان هي ما فيهاش لعاب، ملي كان فيها طول كتير ما كيحتاجوش. انا غنحاول نشوف واش غتجيني فيها ولا لا، يعني ضروري هذا الشيء. وهاد ياسين كتشي راه وليتكم جوج طرق بحال هكا كتلقاو، او كتكتفي ولا كتحطو التخويرة ديال الامام باش كتحصلو على هاد الكم. كنشوفو الطول ديالكم، عندنا 54، كنت اذا غنخدمو بالكروشي نزيدو 4 سنتيم. ما تعمدت ندير لكم هذا باش نوريكم كيفاش كتحصلوا على هاد الديكوب اللي كتكون كان زياده بالدارجه اللي كنزيدوها فيكم. هانتوما البنات، من بعد ما قطعنا لكم ها هو راه ضروري غتخرج لنا فيه قطعه كيف كتشوفوا، باش غنكملوا لكم كنزيدوا طرف يكون فيه تا هو الحاشيه بحال هذا، ونشدوه بالفناتي. ضروري تشد بالفناتي بعد ما شديته بالفناتي غادي نقلبوه بحال هكا، غادي تقلب صافي ونقطع. ملي كيمشي السورجي راه البنت اللي كدير السورجي راه كتلاقي لكم السورجي باش كتعرفوا. بالنسبه للمبتدئات راه كيعرفوا ملي كتلصقوا بالسورجي راه هي كتقادو لكم. صافي كنقطع لكم غير اللي غنوريكم هنا، راه كيف نقول لكم دائما كندخلو هنايا في الامام باش ما كتجيناش تكماش تحت الابط. هي جوهره بغيتوها مسدوده من الامام او مفتوحه راه كيبقى لكم كامل الاختيار، الا في حاله واحده الا كان الثوب قليل راه ضروري كيتفصل مسدود، ما يمكنش عاد كيجي فيه الديكو كتجي فيه القطعه كيف وريتكم هنايا. هاي كتجي غير من الخلف ما كيبانش العين، شفتوا كتجي من الخلف. نتمنى الدرس ديالي يكون مفهوم معكم. ام امين الخياطه والابداع. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الصلاه على النبي.